تذكار رحيل الناس لي، واني صراحة اروح دار المتشردات لانه من سألوا بابا وقالوا له نحطها بدار المتشردات او ينبي بيتها مؤقتا، قال لهم بدار المتشردات لانه انا هزمت يمهم من جوع ويحرقوني ويسجنوني ويضربوني ويسبون على ماما. ترى انا ما حد ملقني، انا دخلت القاضي بوحدي وحكيت له كل شيء، واريدكم تعرفون كلكم انه انا اريد بيتي، لهذا اذا تقدرون تساعدوني ساعدوني.